عناوين الأخبار. كل التفاصيل عن مقاسم ومشاريع السكن الاجتماعي في كل الجهات. منوبة السكن الاجتماعي 1535 مسكن بالفجة وانفراج في منزل سهل. المنستير حل الإشكاليات العقارية واستئناف أشغال المنطقة السياحية بيسقنس. تسليم منزل جاهز لعائلة أحد شهداء المؤسسة العسكرية. إمضاء اتفاقية للتعاون السياحي بين تونس والجزائر. المعرض الإيطالي مدينة إكسبو بالدار البيضاء من 17 إلى 20 نوفمبر 2015. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة الأخبار العقارية. تفاصيل الأخبار. كل التفاصيل عن مقاسم ومشاريع السكن الاجتماعي في كل الجهات. لكل الحالمين بامتلاك مسكن في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبغرض مقاومة انتشار البناء الفوضوي حول المدن الكبرى، وضعت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية برنامجا جديدا يتمثل في إنجاز تقسيمات اجتماعية توكل مهمة تهيئتها إلى وكالة التهذيب والتجديد العمرانية. وستنطلق الوزارة خلال أيام في عملية نموذجية في حي النور بمدينة القصرين، وتتضمن تهيئة 560 مقسم اجتماعي على مساحة تصل إلى 6 هكتارات، تتراوح مساحة المقسم من 130 إلى 160 متر مربع، ويغطي مجمل التقسيم حوالي 12 هكتار باعتبار المساحات المخصصة للبنية التحتية والتجهيزات الجماعية. الهدف الأساسي من البرنامج حسب وزارة التجهيز والإسكان هو تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود في حي النور بالقصرين من هذه المقاسم لبناء مساكن اجتماعية. ومواصلة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية منذ أسبوعين عن طلب عروض وطني لبناء 4650 مسكن اجتماعي، منها 3266 مسكن جماعي والبقية مساكن فردية موزعة على 10 ولايات. منوبة سكن الاجتماعي 1535 مسكن بالفجة وانفراج في منزل سهل. يشمل البرنامج الجديد للمساكن الاجتماعية بولاية منوبة إنجاز 1535 مسكن بمنطقة الفجة بمعتمدية المرناقية، ويدعم هذا المشروع بقية مكونات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بالجهة لفائدة 42 منتفعاً بلغت نسبة إنجازه 76% وتوسعة النواة السكنية القائمة لفائدة 49 منتفع. كما يتضمن البرنامج الجزء المتعلق بالسكن الاجتماعي بالفجة الذي من المنتظر أن تنطلق أشغاله بعد مرحلة طلب العروض والفرز وتعيين المقاولة التي ستتولى عملية تنفيذ الأشغال. وكان 43 منتفع بعدد من معتمديات الولاية قد أزيلت مساكنهم البدائية ليتم برمجة إعادة بنائها منذ مايو 2013، منهم 11 عائلة بمنطقة منزل سهل بجديدة وآخرين بمنطقة حي الرمال والأنصارين بتبوربة، لكن تعثرت الأشغال منذ ذلك التاريخ بتلك المناطق حيث تدخلت المصالح الجهوية لتعيين مقاول جديد في مارس 2015 لاستئناف الأشغال واستكمال إنجاز المنازل التي توقفت أشغالها بنسبة إنجاز تناهز 20%. المنستير حل الإشكاليات العقارية واستئناف أشغال المنطقة السياحية بيسقنس. أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية أن رئاسة الجمهورية تعمل بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة ووزارة الثقافة وولاية المنستير على حل الإشكاليات العقارية المطروحة منذ سنوات على مستوى القصر الرئاسي بيسقنس سابقا، والصعوبات المتعلقة بمشروع المحطة السياحية المندمجة بالمنطقة، وذلك لاستئناف أشغال إنجاز هذه المحطة السياحية. كما اطلع ميدانيا على بعض الوضعيات العقارية والمقاسم السكنية التي تم التفويت فيها للخواص من قبل شركة التهيئة والدراسات. تسليم منزل جاهز لعائلة أحد شهداء المؤسسة العسكرية. تسليم منزل جاهز لعائلة أحد شهداء المؤسسة العسكرية خلال الأيام القادمة كان من بين عدد من النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة عمل جمعت صباح الأربعاء السادة كاتب الدولة للإسكان ورئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين والمدير العام للإسكان وعدد من الباعثين العقاريين الخواص المتطوعين في مبادرة توفير 35 مسكن اجتماعي لفائدة عائلات شهداء الإرهاب من المؤسستين العسكرية والأمنية.
وتم خلال الجلسة مناقشة طرق توفير المساكن لفائدة عائلات الشهداء حسب وضعيتهم الاجتماعية وحسب الأولويات. كما ناقشت الجلسة اقتراح إمكانية تولي وزارة التجهيز بالتنسيق مع المؤسسات العقارية العمومية الراجعة لها بالنظر توفير المساكن المطلوبة على أن يتم اقتناؤها من قبل الباعثين العقاريين الخواص، وذلك في إطار التسريع في إجراءات توفير المساكن وتسليمها للعائلات قبل ماي 2016 حسب ما تم تعهد به. إمضاء اتفاقية للتعاون السياحي بين تونس والجزائر. تم يوم الأربعاء الفارط بمقر وزارة السياحة بتونس العاصمة برأم اتفاقية تعاون بين تونس والجزائر في مجال تطوير المنتوج السياحي والتكوين السياحي والتسويق والترويج والتهيئة السياحية والاستثمار. وأوضحت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية أن إبرام هذه الاتفاقية يندرج ضمن تنفيذ توصيات الدورة العشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية المنعقدة بالجزائر في أكتوبر 2015، والدورة الثالثة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون السياحي الملتهمة بتونس يومي 10 و11 من نوفمبر الجاري. هذا وأضافت الوزيرة أنه في نفس السياق تم توقيع اتفاقية توأمة في المجال السياحي بين الوكالة الوطنية السياحية الجزائرية والوكالة العقارية للسياحة التونسية، ووصفت حصيلة التعاون الثنائي في مجال السياحة بين البلدين بالإيجابية، خاصة فيما يتعلق بالتوصل إلى تنفيذ توصيات الدورة الثانية للجنة المشتركة التونسية الجزائرية الملتهمة سنة 2012 في اتجاه مزيد تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال. المعرض الإيطالي مدينيت إكسبو بالدار البيضاء من 17 إلى 20 نوفمبر 2015. تحتضن الدار البيضاء من 17 إلى 20 من نوفمبر الجارية دورة السادسة للمعرض الإيطالي مدينيت إكسبو المتخصص في التكنولوجيات الحديثة لتهيئة الفضاءات الداخلية والديزاين والبناء. وقد أوضح المنظمون أن هذه التظاهرة الاقتصادية التي تنظمها غرفة التجارة الإيطالية بالمغرب ومعرض فيرونا برعاية السفارة الإيطالية بالمغرب تندرج في إطار تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز مبادلتهما التجارية. وأبرز أن هذا المعرض القطاعي يشكل مناسبة للمقاولات الإيطالية كي تقدم منتجاتها وتلتقي مع نظيرتها المغربية، فضلاً عن تطوير العلاقات الاقتصادية مع الفاعلين المعنيين في مجالات الديكور وتهيئة الفضاءات الداخلية والأمن ومعدات البناء والطاقات المتجددة. مشاهدينا الكرام، هكذا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار العقارية. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.